أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من تعلم اللغة الإنجليزية المستوى الأول. في هذا الدرس نكمل أسماء الإشارة. سبق في الدرس السابق أن درسنا اسم الإشارة this ومعناه هذا أو هذه. الآن سبق أن أشرنا أيضا إلى أن this تستخدم للقريب، المفرد القريب. الآن إذا كان عندي أكثر من شخصين أو أكثر من شيئين قريبين وأريد أن أشير إليهما، فماذا أستخدم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة أستخدم الأداة these. مثال على ذلك: these are books. هذه كتب. مثال آخر: these are engineers. مثال آخر: these are roses. من خلال الأمثلة نلاحظ أن these تكون متبوعة ب are، كما أن this متبوعة ب is، وأن الاسم المشار إليه يكون مجموع، يكون جمع. فنلاحظ اللاحقة S تكون في نهايته، وهناك شواذ تجمع بغير هذه الطريقة. نعم، في حالة المفرد البعيد الآن ندرس. في حالة المفرد البعيد نستخدم اسم الإشارة ذات، ويعني ذلك. That is a book. That is a car. مثال آخر: That is an engineer. مثال آخر: That is the red pen. مثال آخر: That is Ahmed's pen. نلاحظ من هذا إن اسم الإشارة ذات هو يشبه من حيث القاعدة اسم الإشارة this، إلا أن this يستخدم مع الأشياء القريبة، الإشارة على الشيء القريب، وأن ذات يستخدم للإشارة إلى الشيء البعيد. الآن في حالة الجمع مع الأشياء البعيدة ماذا نستخدم؟ نستخدم اسم الإشارة those للأشياء البعيدة الأكثر من شيء واحد. Those are cars. فهناك سيارات بعيدة وأنا أشير إليها، أقول هذه سيارات. Those are pens. هذه أقلام. Those are flowers. هذه زهور. Those are Ali's pencils. هذه أقلام علي
أليس بنسلز أقلام علي. مثال آخر: Those are engineers. Those are engineers. مثال آخر: Those are actors. Those are actors. من خلال ملاحظتنا للجمل الفائتة، نلاحظ أننا لم نستخدم a و an مع كل من أسماء الإشارة الدالة على الجمع، سواء في القريب أو البعيد، وذلك لأن الأشياء المجموعة لا تحتاج إلى تعريف بحالة المعدود، فلا داعي لاستخدام الآ والآن كما استخدمناه مع الذس والذات. وكذلك لابد من الإشارة إن الأسماء الغير معرفة ممكن تعريفها بإضافة الذ، وأيضا بإضافتها لاسم علم، كأن نقول قلم علي أو سيارة أحمد وما إلى ذلك. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله، ونلتقيكم في حلقة لاحقة ودرس آخر وموضوع جديد. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك.